شايفين الدنيا ماشية ازاي حوالينا، مش قاعدين نايمين. اذا احنا زي ما الناس دي بتفكر، زي ما الانجليز راحوا لدبي من 20 سنة قالوا لهم احنا عاوزين نعمل كنتو كمركز الهب اقليمي هنا، للهب هنا، لا ده احنا عشان كده نشوف الصورة التانية. طب شوف الصورة الجاية قبل ما اوصل للصورة التانية. التأخير اللي حصل من 58 لحد النهاردة تقدر تعوضه؟ خلاص بقى يا احمد يا حمدي، سيبنا بقى من الماضي، خلينا في في في, في الجديد. طيب. انا مش هقول اخطاء ومحدش فكر ومش عايز حد يقول لك ده اصل النهارده بيجامل سياده الرئيس السيسي، احنا لنا النهارده. جميل، خلينا في النهارده. شوف الصوره بقى الثانيه، شوف الصوره. لا حطوها كلها فول سكرين. شوف مصر فين يا حمدي؟ مصر قلب العالم، مش قلب العالم العربي. بص ده احنا النص. ده على الناصية. على الناصية، احنا قلب العالم، وبعدين جمال حمدان. عبقرية المكان. اللي يشوف الكلام ده ويشوف مصر ومكانها وما نعملش الكلام ده، حرام. يبقى اهدار. يبقى احنا كان لازم نعمل الكلام ده ولا لا؟ نعمله. كان لازم نستغل موقع مصر ونبدا نبقى احنا مركز التجارة العالمية ولا لا؟ بالظبط كده. ده اللي حصل. عشان كده زي ما سمعنا رئيس التوجيه استراتيجي وقال لك احنا عايزين نبقى مصر هي مركز اقليمي في الفترة القادمة موقعنا ما فيش زيه. انا ما بقولش دبي، لا احنا احسن. موقعنا ربنا ادانا كده، صح ولا لا؟ صح. بس خليني اسالك سؤال. فلسفة الحصار وفلسفة حمام السباحة اليست مستمرة؟ وممكن هذا المشروع يصطدم بهذا الحائط الصخري؟ ده 1000%. ما حدش هيوقفك على رجليك الفترة اللي جاية يا حمدي. وعشان كده انا بدأت الحوار بايه؟ لورد كارينجتون ده راجل خد من اكبر وزارات في انجلترا، وهو اللي قال لي انت من مصر؟ قلت له قال انتوا هنا. على فكره انا الموضوع ده قلته من 4 سنين في الاهرام، مقاله ليا متى نخرج من حمام السباحه؟ عادي يعني، مش لسه بقوله النهارده عشان حد يقول انت بتالفه النهارده، لا ده من 4 سنين. خش على صفحتي في الاهرام هتلاقيها موجود فيها. عشان كده عملنا ايه دلوقتي الفتره اللي جايه؟ بدينا ننشئ المواني الجديده اللي في مصر. ايوه، عشان كده لازم الناس تبقى فاهمه فلسفه انشاء المواني والاهتمام بالمواني من اول دمياط لحد جربه. النهارده بنبني ايه؟ ميناء طابا والعريش، وهنخش عليهم بقى. وزي ما انت قلت قبل ما نبدا الحلقه، كل واحد من دول عايز حلقه لوحده. بورسعيد، دمياط، اسكندريه، جرجوب، والسخنه. السخنه ده الفرود الجديد اللي هيجيب اجوان السنه الجايه. السخنة. انا لسه هنيجي. عشان ايه؟ عشان كده بس، اصل الناس واخده بالها من السخنة، عشان لما بنتكلم عن الخط السكة الحديد هنجيله. يبقى الناس تبقى واصلة. جايله اهو. ما اقول لك انتوا عاملين خط سكة حديد، هو في حد في السخنة هيطلع اسكندرية؟ هو متصورين ان هو خط ركاب. طيب يعني هنشرح الكلام، هنشرح. اتفضل. الاسبوع اللي فات يا احمد بالنسبة لي انا كان من اسعد ايامي هذا العام. الاسبوع اللي فات. ليه؟ انا كمصري حصلت حاجة في مصر، حطيت رقبتي في السماء. وكبورسعيدي كمان اكتر واكتر. ايوه. ليه بقى؟ طلع التقرير اللي جاي، الصوره اللي جايه، ميناء شرق بورسعيد من العشر اوائل في العالم. هنطلع يعني دلوقتي صوت وصوره كل حاجه تشوف. تخيل، تفوق على مواني بريطانيا وامريكا والصين والهند بطاقه 15 مليون طاقه حاويه. تخيل حمدي، احنا عملناه امتى؟ في ال4 سنين اللي فاتوا. اكبر ميناء في الشرق الاوسط معمول في ال4 سنين اللي فاتوا. عدد بتاع دبي بقى، معلش ده دبي. لا خلاص. لا محطوط دلوقتي. خلاص. شوف الصوره. لا بس ميرسك دي مهمه قوي. لا ميرسك انا جاي لك. ميرسك. نشوف الصوره اللي جايه. الصوره اللي جايه يا جماعه دي من جوجل، انا جايبها النهارده. افتح جوجل، اكتب ميناء شرق بورسعيد، ونقف هنا بالراحه نشرح. شرق اهي علامة جوجل، اما تحط كده وتكتب فين لوكيشن هيجيب لك ميناء شرق بورسعيد. تعالوا نشوف بقى عند كلمة، نفتح بقى والنبي الشاشة. ميناء بورسعيد فوق، تمام؟ أنا بورسعيدي. الميناء دي القناة القديمة. عند كلمة ميناء دي قناة السويس القديمة بتاعت زمان، اللي أنا كنت بقعد قدام كلمة ميناء دي شوية على الساند ريسبشن وأشوف المراكب.